আসসালামু আলাইকুম প্রিয় প্রিয়দিনী ভাই বোনেরা আজকে আপনাদের কাছে তুলে ধরছি দরুদে মুবারকের গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী ওজিফা এবং ফজিলাতের কথা কিতাবের ভিতরে বর্ণিত আছে শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলবি রহমতুল্লাহ আলাইহে লিখেছেন যে লোক বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে দুই ডাকাত নফল নামাজ পড়বে এবং প্রতি রাকাতে এগারো বার আয়াতুল কুরসি এবং এগারো বার সুরা এখলাস পড়বে নামাজ শেষ করে দরুদে মুবারক শরীফ একশো বার পড়বে সেই ব্যক্তির তিন জুম আ অতিবাহিত হওয়ার আগে রসুলে পাক সাল্লাহ আলাইহ সাল্লামের সাথে জিয়ারত নসিব হবে ইনশা আল্লাহ দরুদে মুবারক হল আল্লাহ আলা। محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة توفقنا بها لعمل الصالحات. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة تسهل بها علينا جميع الأمور اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة تثبت بها على صراط أقدامنا <applause> اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد. صلاه توفقنا بها لعمل الصالحات اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاه تسهل بها علينا جميع الامور اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة تثبت بها على صراط أقدامنا <applause> اللهم اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة توفقنا بها لعمل الصالحات. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة تسهل بها علينا جميع الأمور. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة تثبت بها على الصراط أقدامنا. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة توفقنا بها لعمل الصالحات. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاه تسهل بها علينا جميع الامور اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاه تثبت بها على صراط اقدامنا قول السلام عليكم ورحمة الله